ناخده بالتليفون؟ اه ده كده. سي سعيد، تكلمنا عن الحاله الصحيه لاخت سكينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخت سكينة درابيل يعني تنتواصلوا دائما، وقمت بزياره لها في المستشفى. الحمد لله الحاله ديالها مستقره، وهي كتخضع للعلاج، وان شاء الله الرحمن الرحيم قريبا ستعود لاهلها واحبائها وجمهورها سالمه غانمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنوا لها يا ربي الشفاء العاجل قريبا جدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. نشوفوا سكينه متالقه بعافيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وما نتحرموش من الابتسامه والاطلاله ديالها. سكينة درابيل بالدرجة الأولى تجمعني وجمعتني بها مجموعة من الأعمال المسرحية. يمكن نقول لكم أنا البدايات ديال سكينة درابيل كانت معنا في الفرقة المسرحية، وخصوصا مسرح سفر، وقدمنا مجموعة ديال الأعمال. ربما هذه أنا امتداد 10 سنوات ونحن نشتغل جنبا إلى جنب. مسرحية قدمنا مسرحيات الكبار، قدمنا مسرحيات الأطفال، قدمنا مسرحيات في الفضاءات المغلقة، وكذلك وبشكل كبير 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 مسرحيات الشارع اللي كنقدموها في فضاءات مفتوحة. وقمنا بجولات الحمد لله واللي كانت ناجحة، وكان الحضور ديال الأخت سكينة درابيل دائما حضور متميز. ونتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم يبقى هذا الحضور هذا اللي كنعرف اللي عرفنا أنه سكينة درابيل بقات دائما ديك الفنانة المتواضعة رغم تحقيقها لواحد نسبة كبيرة من النجومية والشهرة. دائما سكينة درابيل متواضعة مجدة ملتزمة مهنية. كيفاش دوزتي الفترة ديال الكونفينمون سي سعيد، وكيفاش غدوز الفترة ديال الغنى؟ وقدر الله ما شاء فعل. طبعا ماشي غير على حسن نكيات ولا على الفنان ولا على جميع المغاربه والعالم كامل، يعني هذا الحجر الصحي وهذه يعني الاجراءات ديال وحاله الطوارئ يعني كتمثل واحد يعني واحد شويه ديال اشياء اللي ربما من غير تاثير الجانب المادي كاين هناك تأثير نفسي. طبعا كاين معاناة مادية ومعاناة نفسية، ولكن قدر الله ما شاء فعل هذا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله هذه الحكمة ديال الله سبحانه وتعالى، لا رد لحكم الله، وربما ستكون شيئا وخير لكم. احنا عارفين الخير فاش كاين، وإن كانت فيها معاناة كيف قلت مادية ومعنوية، خصوصا احنا في المسرح مثلا كنعيشوا على ذاك التواصل الدائم مع الجمهور المتلقي، ونحن تحرمنا من هذه الميزة هذه، وكنا كان دائما نغير الاماكن ونغير النوعيه ديال الجمهور وتغيير الفضاءات وتغيير الازمان والامكنه كي يخلينا ندخلوا في واحد الخضم ديال الروتين وديال الملل. احنا نعيش على هذا التواصل الدائم مع المتلقي والجمهور، واللي كيمثلنا بالنسبه لنا هو مبعث تميزنا او مبعث سعادتنا، لان كيكسر ذاك الروتين وذاك الملل. ويا ربي يا ربي عجل يعني برفع الوباء، ونعاود نتلاقاو مع الجمهور ديالنا اللي توحشناه توحشناه بزاف بزاف بزاف. باش نشوفوك في شي عمل فني في شهر رمضان؟ ستكون إطلالة خفيفة هذه السنة مع الجمهور على الجمهور المغربي والمتتابعين ديال القنوات المغربية. هناك إطلالة من خلال فيلم تلفزيوني إلى جانب الأستاذ الكبير ونجم الكوميديا المغربية ونجم الأجيال الأستاذ الحاج محمد الجم، اللي أسعد بمشاركته في هذا العمل، واللي المشاركة إلى جانبه بالنسبة لي تمثل متعة خاصة واستفادة من تجارب اللي راكمها ومن حنكته ولا من يعني قيمته الفنية والأدبية، لأنه اشتغال مع محمد الجم ماشي غير يعني الناحية كتكون غير قيمة يعني أدبية ولا قيمة معنوية، هناك قيمة فنية
اللي عرفنا الاسم ديال الاستاذ محمد نجم والتجربه اللي راكم. فطبعا هناك تكون استفاده على مختلف الاصعده على مختلف المستويات، اطال الله في عمره. وكاين اطلاله كذلك الى جاني في واحد الحلقه ضمن سلسله او سيت كوم تحت عنوان قصرية أوفلا أو قصرية السعادة، اللي كيشرف الإخراج ديالها الأخ والصديق والزميل رشيد الوالي. نتمنى لها التوفيق والنجاح كذلك، ونتمنى جميع الأعمال المغربية اللي غتقدم في هذا الشهر الفضيل، نتمنى أنها تحقق واحد نسبة من النجاح وتكون إضافة لرصيد الدراما المغربية. شنو التأثيرات اللي فرزتها جائحة كورونا على المجال ديال الفن؟ وطبعا أنا كيف ما أسلفت القول، تأثير كبير وتأثير مادي وتأثير معنوي، وخصوصا الناس اللي كيشتغلوا فقط في المجال المسرحي، لأنه العروض توقفات هذه أكثر من سنة. فالناس اللي كيشتغلوا غير في هذا المجال هذا فيعني يعانون ماديا ومعنويا كيف قلت. طبعا ماشي غير الناس، حنا كنعرفوا تاثير الجائحه، عفوا تاثير الجائحه يمتد الى كل الشرائح، اللي ما قاساش ماديا قاسا معنويا. الناس تحرمت من التواصل، تحرمت من العيش ديال حياتها اليوميه والطبيعيه، تحرمت من صله الرحيم، تحرمت من بزاف الاشياء. فالربيع اللي كنا كنعيشوه ماشي هو الربيع اللي كنعيشوه في ظل الجائحه، والربيع اللي كنعيشوه او الصيف اللي كنعيشوه والعطله اللي كنعيشوها خارج الجائحه ماشي كيف كنعيشوها في الجائحه، ولا رمضان ولا يعني الحياه اليوميه. يعني تغيرات بزاف الاشياء، وكان التاثير ديالها متسدد يعني الجوانب كثيره كثيره كثيره. نسأل الله ينفع عنا الوباء. يعني اش غادي نقول لك، يعني في المجال المسرحي راه كاين اخوان اللي عانوا ومازال كيعانوا، قدر الله وما شاء فعل. ونتمنوا انه تكون هذه مناسبه لاعاده النظر في هذا المجال هذا، خصوصا على مستوى يعني تأسيس قاعدة متينة وهيكلة هذا القطاع، لأنه شفنا أنه هذا القطاع يعيش الهشاشة إلى جانب قطاعات أخرى، باش ما نكونش يعني نظر غير الجانب الفني، قطاعات كثيرة اللي غير مهيكلة عانت وتعاني يعني. ونتمنى إن شاء الله تكون هذه مناسبة لإعادة التفكير في إيجاد سياق أخرى وهيكلة القطاعات الغير مهيكلة، ورد الاعتبار لمجموعة ديال الناس اللي عانوا، وربما إلا ما فكرناش بجدية وما كانتش إرادة سياسية يمكن المعاناة ستمتد لا قدر الله. سيدي آخر سؤال، شكون الرسالة اللي توجهها للسكان الترابي، الجمهور اللي كيتابع ومثل الجمهور ديالك؟ طبعا الا كنت غادي نوجه شي رساله للاخت سفيان درابيلي، اولا قبل كل شيء اعيد رجائي ودعائي الله سبحانه وتعالى وهذا الشهر الفضيل انها يدخل عليها وهي تتمتع بالصحه وعافيه، وان شاء الله يا ربي تعود للجمهور ديالها قريبا. وكذلك حنا مبرمجين عروض، والان العروض هي متوقفه في اطار الدعم الاستثنائي، نتمنى ان شاء الله انها تعود قريبا ونعاود نبرمج العروض ديالها. وبخصوص ان ربما ماشي غير العروض، لان كيهمنا بالدرجه الاولى انها ان شاء الله تتمتع بالصحه والعافيه، هذا هو اللي كيهمنا بالدرجه الاولى. كذلك الى غنقول شي حاجه للجمهور ديال الاخت سكينه، نقول لكم ان الاخت سكينه اللي عارف اللي عاشرها عن قرب كيعرف التواضع ديالها ومدى المهنيه ديالها. كذلك نتمنى ان شاء الله يدخل هذا الشهر الفضيل على جميع المغاربه باليمن والايمان وبالسلامه والاسلام والخير والبركات، ويترفع هذا الوباء هذا، وان شاء الله يا ربي يا ربي المغرب يعيش دائما بلدا امنا مطمئنا في سخاء ورخاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. واقول للجمهور المتسبعين ديال الدار احبكم، ويا ربي يا ربي نكون دائما عند حسن ظنكم. العفو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب،
بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.